شركة فيسبوك ترد على رسالة علنية كتبها المؤسس المشارك لأكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم، ودعا فيها إلى تقسيم الشركة إلى 3 شركات لأنها ضخمة للغاية. سرعان ما ردت فيسبوك على دعوته، رافضة تحويل واتساب وإنستغرام إلى شركتين منفصلتين. وقالت إدارة فيسبوك ينبغي التركيز بدلا من ذلك على تنظيم الإنترنت.